أخ الرئيس، أنا عضو في لجنة الميزانيات، وطبعاً شهادتي مجروحة في الرئيس وفي الأخوان على جهودهم، وأيضاً نتمنى يعني أن في الجلسة السابقة الإعلام قال أن الحكومة حمرت العين ونجحت وفازت على لجنة الميزانيات ومررت اللي تبيه، وكنت أتمنى أمس بعد يحمرون العين على فريقكم ويفوزون بعد أمس، ولكن الظاهر بس بلجنة الميزانيات. احنا طبعا ما بيننا وبين الحكومه الا كل محبه وتقدير، ولما نتكلم عن بعض الملاحظات وبعض المخالفات على اساس ان احنا نوصل رساله للحكومه، اذا كان الوزراء بعضهم لا يعلمون ما يدور في وزاراتهم في بعض المرافق اللي يديرونها، هذه مشكله.